هاي لكل أصحابي الحلوين يلي اليوم عم يتابعونا بيلا نغني سوا. كيف فينا ننمو بعلاقتنا مع الرب؟ أكيد ناقشته بالحلقة مع مريان بكتير أشياء، منا أنه نصلي، منا أنه نقرأ بكلمة الرب، نحضر الكنيسة. لهيك نحن اليوم رح كنا عم نعمل شيء كتير صغير تيذكرنا نحن كيف فينا ننمو بعلاقتنا مع الرب. رح نعمل هيدي الوردة ونتذكر أنه الوردة بحاجة رعاية لحتى تكبر. نفس الشيء نحن بحاجة لحتى ننمو مع الرب يسوع بأشياء معينة رح نكون هلأ عم نكتبها على الورق تبع الوردة. فنحن بحاجة لكرتون ملون، نحن بحاجة للورق الكريبون اللي هو اللون الأخضر، بحاجة لستيكي نوتس، لمسطرة وقلم والألوان والماركر مثل ما متعودين. لحتى بلش رح أخذ الكرتون البني. أنا أوريدي قصيت الدائرة أو سيركل اللي بنعمل فيها بالنص الوردة. أنا محضرة قبل بوقت الباتل يلي بنستعملها للوردة، فيها نرسم وحدة وتكون هي التمبليت ونصير نعمل أكثر من وحدة. رح كون هلا عم اشتغل الستيم أو الساق تبع الوردة، وهي كثير هينة نرسمها، هي ستريت لاين. وأكيد رح أعمل الورقة. إذا انتبهتوا لما رسمت الستيم أو الجزع جربت ميله بس تيعطي شكل. هلا بناخذ الكرتون الزرقاء، أول شيء رح نحطه هو قلب الوردة أو الدويرة اللي على الوردة. ما منكتر صمغ، بنحط بس بالنص. أكيد في يزيد الحشيش أو في يزيد الجازون. رح أخذ الورق الأخضر ورح أعمله بهذه الطريقة، ما رح أقصها كلها، رح أقص 3/4 الورقة. وأكيد في لزقة تحت تيصير عندي شكل الجازون. بس بهذا الوقت رح نكتب على كل ورقة، ورقة الوردة أو كل باتل، شو كيف نحن فينا ننمو بعلاقتنا مع الرب. أنا كاتبة هون، إذا فينا نتطلع، أول خطوة أكيد كلنا بنعرفها وبنتعلمها من درس الأحد، إنه إحنا لازم نقرأ كلمة الرب، هي قراءة الكتاب المقدس. في أكتبها أكيد باللغة اللي أنا برتاح لها. أكيد المفروض ننطر حتى تنشف التلزيق قبل ما نكتب. حب الرب إلهك فوق كل شيء. فينا إذا بدكم نكتب الآية من كل قلبك من كل فكرك. صلي كل يوم، استمع للماما والبابا، ساعد الآخرين، اتبع قوانين الله، كن لطيفا مع الآخرين. وأكيد فينا بالأخير نحط ستيكي نوت تنتذكر دايما إنه هيدول شو بيساعدونا، بيساعدونا لحتى ننمو مع الرب يسوع. إن شاء الله تكونوا حبيتوها. إذا عملتوها بالبيت ابعتوا لنا صورة على صفحة يلا نغني سوا حتى نشوفها وتشاركوا الآخرين بالشي اللي انتو عملتوه. ورح أقول لكم هلأ باي، ورح كمل أنا الوردة تبعيتي.